رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها عام 2015. في غضون ذلك استمرت المظاهرات في تحد لرئيس الحكومة أردوغان، الذي دعا عقب عودته من جولة خارج البلاد إلى الإنهاء الفوري للاحتجاجات. المظاهرات في تركيا مستمرة رغم دعوة أردوغان التي أطلق عقب مجيئه في جولة خارج البلاد بالإنهاء الفوري للاحتجاجات. وكانت الشرطة التركية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه مساء السبت لتفريق مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص في وسط أنقرة في اليوم التاسع على التوالي من الاحتجاجات. رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في حين تحدى الآلاف المتظاهرين دعوة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإنهاء الاحتجاجات. وأكد حسين جياليليك نائب رئيس الحزب أن الانتخابات المحلية والرئاسية ستجري في موعدها المقرر العام المقبل، بينما الانتخابات التشريعية ستجرى في عام 2015. كانت الاحتجاجات بدأت باعتصام في ميدان تقسيم ضد التدخل الحكومي في الحريات الشخصية، ولكن استخدام العنف من قبل الشرطة يوم 31 مايو آيار أدى إلى الاضطرابات الواسعة.